واحد بيقول هل ستكون لنا أسماء في السماء، وهل سيعرف كل واحد منا باسمه؟ نفس اسمك اللي على الأرض هتعرف بيه في السماء. يعني مش معقول هنيجي في السماء وربنا يقول لإبراهيم وإسحاق لا أنتوا إبراهيم ولا إسحاق ونديكوا أسماء أخرى، ومش معقول يقول لي إيليا ما انتش إيليا، ويقول لي يوسف ويعقوب ما انتش يوسف ولا يعقوب. لا، الاسم بتاعنا كما هو، اسمك زي ما هو في السماء. يعني العذراء هيغيروا اسمها؟ مش معقول. اليصابات وزكريا ويوسف النجار، التلاميذ الاثني عشر هيغيروا اسمائهم؟ كل واحد باسمه زي ما هو. واحد بيقول ما، وبيقول برضو تبع السؤال، ما تفسير قول السيد المسيح عن الذي يغلب لن امحو اسمه من سفر الحياة؟ لن امحو اسمه يعني سيبقى اسمه كما هو في سفر الحياة، لكن الذين يخطئون هتمحى اسمائهم. مش يعني تمحى اسمائهم يعني تتغير، يعني لا يكون لهم نصيب في سفر الحياة. زي ما تقول اللي يسقط ما يكونش اسمه موجود في قائمة الناجحين، اهو دي كمان اللي يخطئوا يمحى اسمهم، يعني لا يذكر اسمهم في قائمة الغالبين والمفديين والمخلصين. واحد بيقول ما رأي قداستكم في الناس المتشائمين والمتفائلين، وبخاصة المتشائمين من رقم 13 ومضاعفاته؟ قوانين الكنيسة تمنع التشاؤم والتفاؤل، وحتى الكتاب المقدس يمنع هذا، لكن دي عادة. يعني مهما حاولت انك تخرج دي من اذهان الناس مش صعب تخرجها. يعني في ناس لابساهم وبتجري في دمهم ومش عارفين يتخلصوا منها، يعني استقرت في عقلهم الباطن والوعي الى اخره، بحيث انهم مثلا ممكن يوم 13 في الشهر يكونوا متشائمين ويقولوا يا رب استر، وبعدين يتمادوا في ال 13 يبقى 13 في الافرنجي و 13 في القبطي، وممكن مضاعفاته يتشائموا من 13 و 26، وحكاية يعني ربنا يستر. لدرجة ان في بعض السانسيرات في امريكا، السانسير يعني مصعد، تبص تلاقيه يطلع من الدور 12 للدور 14 على طول، وما يحطوش رقم 13. اذا كانت الدول بتعمل كده ما يبقوا غلابة للناس دول. وبعدين ساعات يتشائم الواحد من دول اذا جاته تذكر الدعوة فيه اولها 13 او من مضاعفات 13. وانا بحرص بالنسبة لبعض الناس ان انا ما اديهمش دعاوى في عيد الميلاد او القيامة رقم 39 او 52 او 65 الى اخره. يا ريت يمشوا في الامر بطريقة عقلانية بعيدة عن الحاجات دي اشياء متوارثة عند بعض الناس، يعني جيل بيسلمها الجيل.